كنحافة النساء يعني بعد الولادة، والنساء بعد سن اليأس هي على أين واش يعني نحافة ولا سمنة على يعني على شين. كاين هناك نحافة المصابين بالسكري، وكاين كذلك بدانة المصابين بالسكري. كاين الناس اللي كيعملوا مثلا بدانة، كاين الناس اللي كيعملوا نحافة، كاين أصحاب السكري اللي عندهم نحافة. فعموما فالجسم خلقه الله سبحانه وتعالى يتغذى، وهو جسم مخلوق من مادة ويتغذى بالمادة، يعني الأكل والماء والهواء، كذلك الأكسجين يدخل في المادة، جعله الله يحيا على هذا الشكل وعلى هذا الناموس الكوني. ثم هناك أشياء روحانية أو روحية غيبية، وهي الأشياء التي تتعلق بالجانب النفسي أو الجانب المعنوي للشخص، وكذلك له تأثير، لأن نلاحظ على أن الأشخاص هذا العامل النفسي قد ينقص من الشهية مثلا، أو قد لا يكون هناك امتصاص جيد. فعلى أين هناك النحافة التي تكون عند الأطفال خصوصا الكهول، يعني مش غير الكهول ولكن تقريبا من 12-14 سنة إلى 24 سنة، خصوصا بعد بنيات لكي يتعقدوا من هذه النحافة هذه. فهناك يكون نقص الوزن ناتج عن عدم امتصاص، أو عن عدم الراحة النفسية على الخصوص، أو عن اجتماع العامل النفسي مع العامل المادي، أو العامل الذي يحدث هذه النحافة وتسمم. يعني نلاحظ على أن مثلا الأطفال مثلا والبنات على الخصوص اللي كيكثروا من الحلويات ومن المشروبات الغازية كتقطع لهم الشهية، وخصوص كيكونوا في توتر مع الدراسة ومع العياء، فكيكون كيفقدوا الشهية وما كيكونش عندهم امتصاص. يعني من الناحية النفسية كيفقدوا الشهية، ومن الناحية من الناحية المعنوية كينقصوا كيفقدوا الشهية، من الناحية المادية أو العضوية هاد الأطفال هادو ما كيمتصوش الجسم ديالهم، كي ما كيكونش عندهم امتصاص. لماذا؟ لأن هناك كابحات الامتصاص أو مانعات الامتصاص على مستوى القولون، وهي الأشياء الموجودة في المشروبات الغازية وفي الحلويات، يعني كثرة. أنا أتكلم عن كثرة، عن الإفراط، عن الطغيان في هذه الأشياء، لما يعني تطغى هذه الحلويات أو المشروبات على الأكل العادي أو على يعني النظام الغذائي اليومي العادي. فهنا هذه هي النحافة الآن اللي تتمثل أكثر من ثلث النحافة الموجودة الآن. ثم هناك النحافة التي تنتج عن المدخنين، نحافة المدخنين مثلا خصوص الأطفال أو الرجال اللي كيدخنوا كتكون عندهم نحافة. لماذا؟ لأن هذه السيجارة تقطع الشهية، تكون حالة نفسية مضطربة، وكيكون عندهم نقص في الفيتامين سي ونقص في كثير من الفيتامينات، لأن التدخين يعمل على، وهذه الفيتامينات طبعا هي الأنزيمات، هي اللي كتعمل في الجسم. اللي كيكون نقص في الفيتامينات كيكون الجسم مريض، لأن بدون محفزات هما الكاتاليزر، يعني بدون محفزات أو بدون هذه الأنزيمات لا يمكن للجسم أن يأخذ الطاقة أو يأخذ هذه المكونات ديال البنية خصوص البروتينات من الجسم. وأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابي: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فهاد الأشياء اللي كتجي للناس خص على الأقل يعرفون من جات، لكن الإنسان هو اللي تسبب فيها، واغلب الاحيان هي يعني هي الانسان كيتسبب في هذه الاشياء. فكيكون نمط العيش ديالو ولا وقت الاكل ديالو غير مضبوط، الاشياء اللي تياكل ما بقاش عارفها. يعني الناس الان ياكلون اشياء يجهلونها 100%، ومع ذلك ياكلون لانها حلوه او لانها عندها واحد النكهه او مذاق جيد، او خصوص الاطفال. الاطفال الان ميالين لهذا المذاق الحامض والمذاق الحلو والمذاق المالح وهذه الاشياء اللي يعني عندنا مشكل حتى ديال ارتفاع الضغط عند الاطفال، لان يعني الملح الان تركيز الملح موجود في كل المكونات الصناعيه، منهم هذا البطاطس المشوي، منهم الاشياء المقليه فعلا معلبه مصنعه، هذو المكسرات، منهم الاشياء مثلا نقانق فيها هذا الملح، منهم اجبان فيها ملح، منهم هذه الاشياء. ف هذه هي اللي يعني أنا فرقت بين النحافة التي تكون نحافة يعني من جراء الماء، يعني نمط العيش، يعني عند أسباب تعود إلى نمط العيش، هو السبب لكثرة هذه المثبطات وكثرة هذه المانعات ديال الامتصاص اللي تكون في الحلويات، خصوص المكونات اللي كيحليو بها، هي الأسبرتام، السيكلامات، الطوماتين، لازوسيلفات، البوتاسيوم، هذو كله من المواد اللي كيحليو بها الصناع. هذه مواد طبعا كتكبح
وهذه هي مديوره للناس اللي عندهم سمنه، لان كيتكلموا على صفر كالوري، يعني ما بدون كالوريات لانها لا تهضم، ولكن هي تحبس الفيتامينات وكتحبس الاملاح المعدنيه، فعلى مستوى القولون ما كيمروش، يعني القولون كيكون مريض. يعني كنلقاو بعض المعلبات كيكون مكتوب فيها دايت لايت هو خفيف لايت. خفيف يعني ولا يهضم وليس في كالوريات، بما انه ليس في كالوريات ولا يهضم، لان اذا كان يهضم فهو يعطي كالوريات. عليا هما الناس ما غاديينش يفهموها كيف ما كان الحال، يعني ما غاديش يفهموا هذه اشياء مكتوبه هكذا ولكن لا تفهم، يعني خص عليا. فهذا النحافه الثالثه، نتكلمنا عن نحافه الاطفال اللي كيكثروا من الحلويات والمشروبات الغازيه والمقليات، لان يعني البيروكسيدات كذلك والميلانويدات، يعني هذوك الميلانويد اللي كاينين في الحلويات واللي كاينين حتى في المقليات، هذو هما كيحبسوا الهضم في المعده لانهم كبيحات ديال البيبسين وكيموتريبسين، ما كيخليهمش يخدموا في المعده. طبعا الطفل ما كيلقاش يعني الطاقه كافيه باش يكون الجسم ديالو مبني. ثم ان كاين هناك نقص من تناول المكونات الغنيه بالبروتينات اللي هي القطاني ماشي اللحوم، قطاني. كنلاحظوا على ان الاطفال مثلا في هذه الاعمار ديال 14 حتى 24 قليل فين كيتناولوا القطاني، يعني الحمص العدس الفول. وحنا كنا تكلمنا على الدور ديال القطاني في بنيه الجسم، لان 25% بروتين اللي كاين في القطاني وفيهم املاح معدنيه من حمض الفوليك، وحمض الفوليك هو اللي كيسهل الطاقه باش ياخذ الجسم باش ياخذ الطاقه من هذاك الشيء اللي اكلناه. فهاد الاشياء نلاحظ على ان نمط العيش لما تغير ولا في كثره الحلويات والمشروبات الغازيه والمقليات، قلوا فيه القطاني والخضر والخشاش الارض كذلك، هذوك اللي فلافونويد غنتكلموا عليه من بعد الدور ديالهم كذلك في على مستوى القولون. فهنا كاين نحافه، هذه نحافه اللي كيشوفوها الناس عند اولادهم وعند بناتهم، هذه كاين نحافه اللي كتجي عند الناس الكبار شويه، هي نحافة كتكون راجعة لسوء الامتصاص أو سوء الهضم، وكتكون راجعة للليكتينات، واحد المكونات اللي كاينين في التغذية سميتهم الليكتينات. ربما علي المعمر ناس غادي يسمعوا أي نصيحة على الليكتينات، لأن علي هذه نصائح مدققة وديال البحث العلمي، وهذه الليكتينات موجودة في جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى على الأرض. كاين هنا فواصل دموية اللي منها الأول أو البي والأبي، وكاين طبع الإنسان، هل هو يعني أسمر أو أحمر أو أبيض أو يعني طبع الإنسان توا كيدخل في هذه المسائل هذه. ثم هناك وقت تناول هذه الأشياء، فهنا كتجتمع كتولي عوامل معقدة جدا ما نقدروش نعرفوا، ما غاديش ندخلوا لهذا يعني لهذا الميدان، لكن نعود إلى الأشياء العرضية. يعني في المقدمة، يعني كما تفضلتي في المقدمة، أنا هناك أشياء عرضية أشياء مرض، فهذه الأشياء العرضية يكون هناك طفيليات في الأمعاء تمنع. نعم، وهذه الطفيليات ملي كتكون في الامعاء كتجفف الامعاء، كتولي كونستي باكيج، المعي ما كيبقاش عنده هذاك لا لوميير ديالو اللي كنسميوه حنايا، نعم كتقلص وكيجف هذاك القولون، ما كيبقاش امتصاص، ما كيكونش امتصاص. فيعني وهذه كانت معروفه يعني حتى قبل الطب، كانوا الناس اللي كيشوفوهم ناحفين تيقولوا راه عنده طفيليات، عنده حناش. هذه كانت معروفه يعني حتى قبل الطب كانت معروفه، يعني دائما هذا المشكل ديال الطفيليات هو كذلك كيمثل واحد 10 حتى 15% من الاشياء من النحافه الان، خصوص عند الناس اللي باقيين صغار شويه، هما كتكون عندهم هذا المشكل ديال الطفيليات. ثم كاين بعض الامراض الاخرى اللي الناس مالها ما غاديينش ياخذوا الوزن العادي، اللي هي الاسهالات المزمنه الحاده، اللي هي مثلا اسهالات كرون سهلات ديال القولون العصبي عالي الكولوباتي فونكسيونيل ومنها الار سي اش، وكاع هاد امراض القولون اللي الناس كتكون عندهم واحد الاسهال مزمن دائم، ما كياخذوش المكونات اللي كافيه للجسم. ثم طبعا كيكون فهاد الوزن كيبقى يلعب دائما على المحور ديال المعده امعاء، ما بين المعده والامعاء. ملي كتكون المعده جيده كيكونوا الامعاء امراض، ملي كيكونوا الامعاء مزيانين كتكون المعده عيانه، كيكون الهضم عيان. عموما هناك فواصل دمويه عندهم منتوجات كتزيد في الوزن ديالهم، بحال الفصيل الدموي مثلا ا، اللحوم كيزيدوا ليه في الوزن ديالو، يعني كيغلطوا، لان الفصيل الدموي ا هو نباتي، ملي كياكل لحوم كيغلط، ما كاين حتى مشكل الا خد اللحوم مزيانين طيبين، ما يكونوش مشوي، يكونوا طيبين بالمرق مع الخضر مع التوابل بحال الخرقوم البلدي وزيت الزيتون مثلا، هذا كيكون نظام ديالو جيد، ولكن ما يجمعش الحلويات مع هذا النمط، يعني خصو ينقص بعد هذوك الكبيحات ديالها. ثم هذا الفصيل الدموي ا هو نباتي، ولكن لازم يكون الاكل ديالو فيه الحبوب اللي تكلمنا عليها سابقا، اللي هي الحلبه والكرويه، يكون بعض الاعشاب بحال الزعتر، الاكل ملي كيكون فيه الحلبه
الحلبه كتسهل الهضم يعني فيها واحد هرمونات وفيها انزيمات كتسهل الهضم، ولذلك الناس كلهم كيقول الحلبه كتزيد في الوزن. لا، الحلبه غير كتسهل الامتصاص، ما كتزيدش في الوزن. ملي كيتسهل الامتصاص طبعا الوزن كيولي جيد فهذه. ولكن حتى الناس اللي عندهم سمنه ممكن ياكلوا الحلبه، هي ما تزيدش في الوزن، هي كتسهل الامتصاص. ممكن يكون شخص على حمية ويكون ياخذ الحلبه والحبوب كلها، حبوب الكتان والسمسم زنجلان والحلبة والحبرشات كذلك، هذا هادو كلهم كيسهلوا الهضم. نعم، هادو كلهم خصهم يكونوا في الاكل باش يستافد الجسم من هذاك الاكل، يعني ما هادو هما اصدقاء القولون، لان البروبيوتيك هما اللي كيعاودوا توازن القولون باش يكون امتصاص جيد، باش الوزن يعاود يولي مزيان. ماشي غير الوزن وما يترتب عليه الوزن والتوتر العصبي ودقات القلب والانيميا، لان ملي كيكون ناقص الوزن ناقص غالبا ما كتكون فقر الدم، غالبا كيكون مشكل في الامعاء. اكيد لان الامتصاص هو كل شيء. ثم هاد الناس اللي كيدخنوا على الاقل يعطيو الجسم واحد الطاقه، ويعطيو طاقه نقيه، طاقه جيده، وخصوص النبات، عالم النبات خصهم يكثروا من النبات. علاش؟ لان كيكون عندهم واحد النقص في الفيتامين سي والفيتامين ك، وكيكون عندهم حتى نقص في الفيتامين بي، يعني بخصوص في السي. الفيتامين سي كيكون ناقص عند المدخنين، يعني الفيتامين سي هو اللي كيجبد الفيتامين او من المواد الغذائيه. كينقص الفيتامين او، ملي كينقص الفيتامين او تيولي الجسم معرض للسرطان، معرض لاي شيء. ولذلك هاد الناس اللي كيدخنوا، هو النقص ديال الفيتامين سي والفيتامين او والفيتامينات اللي مضاده للسرطان، لي زونتي اوكسيد، هو اللي كيسبب السرطان بعض المرات. ملي كيجي يعني مجتمع مع التدخين، يعني التدخين كيخلي الجسم معرض اكثر. هذا هو اللي يعني باش الناس يفهموا مزيان جيد، وعليهم كيف ما كان الحال. نحن في اسلامنا هذه اشياء يعني منبوذه، يعني كل ما هو خبث في الاسلام كل ما يضر يعني بالصحه طبعا. هذا والصحه امانه على الشخص، ولذلك يعني هذا النحفه كانت كما يعني في المقدمه جاء ان كاينين لهذه النحفه تجي على اثر حمية. خلينا كملنا الان مع الاشياء العرضيه اللي كيكونوا طفيليات وبعض الامراض في الامعاء. ولكن عندي واحد السؤال اللي سمحتي، هل يعني ملي كيكون فرط في الغده الدرقيه يسبب النحفه؟ نعم، الهرمونات كلهم ماشي غير الغده الدرقيه، كيكون مع مشكل هرموني، يعني حتى الانسولين الانسولين عندها جوج المسارات، اما كتعطي سمنه اما كتعطي نفع، على حسب يعني الضبط ديالها في الجسم، على حسب الفيزيولوجيا ديال الجسم يعني. فهنا نعم، الغده الدرقيه عندها الالم، عندها المشكل ديال الالم، وعندها المشكل ديال ضبط الوزن، لان هذه الغده الدرقيه كتعطي الهرمونات تي اس اش تيتروتيكات، هذو يعني لا تيروكسين. علاش يعني الناس اللي محيدين الغده كيعطيهم الطبيب لا تيروكسين ياخذوها، لانها خاصها تبقى في الجسم. الجسم لا يمكن يعيش بلا لا تيروكسين. علاش؟ لان دقات القلب والميتابوليزم يعني هذا الجسم كيخدم بهذيك لا تيروكسين. لان الناس اللي عندهم لا تيروكسين ناقصه مع الصباح ما كيقدروش يوقفوا بعدا، يعني كيصبحوا يعني في واحد الحاله يعني ما يقدرش يوقف، يكون عيان وكيسخن وكيتخلع يعني كيوليو عنده اشياء اخرى. يعني هذا الشخص اللي كيعيش هكا ما غاديش ياكل طبعا، غادي يكون الوزن ديالو، ماشي غير الوزن، غادي يكون الجسم ديالو كله متدهور، حتى دقات القلب غادي يتزادوا، غادي يولي عنده مشكل. وحتى النوم، لان النوم مرتبط بالنظام الغذائي، والنوم عنده علاقه مع السمنه ولا النحافه. يعني الاشخاص مثلا اللي كيسهروا كثير، لا اظن انما يعني غادي نكون ناحفين، 90% ديال الناس اللي كيسهروا كثير وكاين النوم ديالهم قليل، وكيكون خصوص النوم متاخر كيكونوا رقاق، يعني كيكون وزن ناقص. هو اكيد اللي غادي يبغي النحافه، ولكن ماشي النحافه ديال الجمال، حنا كنتكلموا على النحافه العرضيه لمرض. اما النحافه اللي الناس باغيين يكونوا ناحفين، كاين اللي باغيين هذيك، ولكن ما خصوش ينزل على واحد المستوى، لان واحد الوزن يعني ما يمكنش الشخص يكون عنده 1.60 وكيوزن 35 كيلو، يعني هذا ولا مريض يعني ماشي اما اذا كان يوزن 58 جيد عليه، غادي يكون ناقص واحد مزيان جيد، يكون احسن يكون ناقص ما يكونش زايد. نعم، فهنا نزيدوا نتكلموا على الاشياء الاخرى ديال هذا المشكل ديال النحافه. هو بعض المرات كتجي على اثر حمية، اما حمية اللي صاحبها هو اللي مسؤول، وخاص يعرف بانها دائما تصرفات الانسان هي اللي كطيحه في بعض الهفوات وفي بعض الاشياء. فنكملوا يعني واحد دقيقه من بعد الى تفضلتي نستقبلوا المكالمات. هذا الحمية ما خص الانسان يقهر نفسه، كذلك الافراط. والاسلام جعلنا لا ضرر ولا ضرار، يعني ما تهلكش نفسك، ولكن لا تفرط في الاكل، ما تعطيهاش ثاني اكثر من اللازم. هذه داخله في ادب الطعام، وداخله كذلك حتى في حماية النفس من هذه الأشياء. ولذلك
انا لا اظن ان الناس الان غادي يعملوا هذا الشيء هذا عن قصد، انا لا اظن. ولكن على اي كيف ما كان الحال، فان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ليعيش فوق الارض بسلام، وخلق له كل ما يلزم، انا اقول كل ما يلزم، من علاج، من دواء، من غطاء، من فراش، من كل ما يلزم باش ما يحاش الله في اي شيء يعني. فدواء لذلك ممكن ان الانسان يعيش بسلام اذا اتبع هذا يعني هذه التعاليم الربانية ديال الله سبحانه وتعالى، ويعيش بسلام إذا كان كذلك على الحالة النفسية مطمئن، لأن الطمأنينة هي كل شيء.